السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشعر بسعادة غامرة بأن أكون مشاركا في فعاليات مؤتمر أكاديمية الفنون، وهو المؤتمر الدولي السادس للفنون الإفريقية، وهو المؤتمر الموسوم بعنوان الفنون المصرية وتأصيل الهوية والانتماء الوطني. يعني أشارك في هذا المؤتمر بموضوع بعنوان سمات عمارة الملح في مدينة شالي القديمة بواحة سيوة، نموذجا للعمارة التقليدية المصرية. ولا شك أن عمارة الملح هي من الطرز المعمارية التقليدية والنادرة بل والفريدة، يعني التي انتشرت في الصحراء الكبرى على امتدادها الواسع ما بين المحيط الأطلنطي في أقصى الغرب إلى البحر الأحمر في أقصى الشرق. ومن ضمن المناطق التي برزت بها عمارة الملح في واحة سيوة في مصر، كما برزت أيضا في منطقة غرب إفريقيا، وهي المنطقة المعروفة ببلاد السودان الغربي، حيث ظهرت هناك ما يطلق عليها عمارة الملح، وكذلك أيضا مدن الملح، أي أنها مدن كاملة بنيت من الملح. وظهرت هذه المدن ذات الطراز يعني الفريد، يعني في مدن مثل تغازة التي تقع حاليا في شمال غرب مالي بالقرب من الحدود مع موريتانيا، ويعني هي من العمارات الفريدة جدا أن تجد مدينة كاملة بنيت بالملح وبكتل الملح. وتحدث عنها طبعا كثيرون من الرحالة والجغرافيون، وكذلك أيضا أهل التاريخ، ولا سيما ابن بطوطة لما زار هناك وتحدث عن مدن الملح. أيضا في مصر لدينا مدينة هي من مدن الملح أيضا ذات عمارة فريدة، وهي مدينة شالي التي تقع في واحة سيوة في الأراضي المصرية. وطبعا واحة سيوة هي واحة طبيعية ذات طبيعة فريدة، بتقع يعني على بعد أكثر من 800 كيلومتر إلى الغرب من مدينة القاهرة، وطبعا هي تقع في عمق الصحراء الكبرى، وهي واحة طبيعية تعج طبعا بالمناظر الطبيعية الفريدة، وأيضا بها الملاحات، وبها أيضا يعني بحيرات الملح، وأيضا بها عيون الملح، وغير ذلك من الأماكن.